نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. Will the angels not enter my home if I have pictures in it? So what makes this issue complicated is that the word taswir had a very specific connotation in the time of the Prophet ﷺ. It referred to sculpting and it referred to drawing full figures and weaving or sewing full figures. So photography doesn't really have a full equivalent, and it goes to the ruling of photography as a whole. Is photography, which is the capturing of a reflection or light, is it the same as drawing something in its totality and hanging that up or giving it an honorable place somewhere in a home or elsewhere? And the majority of scholars will say, no, it's not the same thing. There are some elements, there's some lessons we can take from that, which is, for example, if you were to place a picture, if you were to blow a picture of a human being up and put it in a place in your home where it's given a little bit too much in terms of sanctity, then it could be serving a similar function to that, and so we should avoid that. But having pictures in the home, as in photography, is permissible, inshallah ta'ala, and it does not invalidate anything, and it does not remove the blessings of a home. But again, a person should just be careful not to place them in a place that it would give it too much honor and sanctity, to where it would serve the purpose of a sculpture or something else that is analogous to what the Prophet sallallahu alaihi wasallam was speaking about in the prohibition of taswir. Wallahu ta'ala. تعليق الصور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع أو غير ذلك، كله منكر وكله من عمل الجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذاب يوم القيامة مصورون، وقال: إن أصحابها يصبح يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. وبعث علي رضي الله عنه قائلا له: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشفى إلا سويته، ونهى عن الصور في البيت وأن يصنع ذلك. فالواجب طمسها ولا يجوز تعليقها. ولما رأى في بيت عائشة صورة معلقة في السرير غضب وتغير وجهه وهتك عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا يجوز تعليق الصور، سواء كان صور الملوك أو الزعماء أو العباد أو العلماء أو الطيور أو الحيوانات الأخرى، كله لا يجوز. كل ذي روح تصويره محرم، وتعليق صورته في الجدران أو في المكاتب كله محرم، ولا يجوز التأسي بمن فعل ذلك. تعليق الصور هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل المكان الذي فيه إرام، يعني ستر فيه تصاوير، حتى أجيله، مع أنه ما قصدهم الصور، قصدهم ستر الجدار، ومع هذا لم يدخل صلى الله عليه وسلم وتغيظ حتى أزيل هذا الستر. إذا كان المعلق صور أشجار وأنهار ونجوم وما أشبه ذلك فلا بأس به، وإن كان المعلق صورة حيوان أو إنسان فإن ذلك لا يجوز، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. نعم، والمراد الصورة التي لا يجوز اقتناؤها، وأما الصور التي يجوز اقتناؤها كصورة الرخصة والتابعية والجنسية فهذا لا بأس به للضرورة. نعم. وضع الصورة يا شيخنا في محلات تجارية أو في البيت، مثلا صورة الواحد والده أو الصورة لا تدخله الملائكة،
والمكان الذي لا تدخله الملائكة تدخله الشياطين. هذه السائلة تقول في آخر رسالتها: إن في غرفتها صورا لأهلها وأسرتها وزوجها، وتقول أنا أسأل هل هذا يؤثر على دخول الملائكة أم لا؟ الجواب: يجب عليها أن تأخذ هذه الصور وأن تعدمها، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. فإن الصور وتعليقها وتعظيمها يؤول إلى أن تتخذ أربابا من دون الله، ولهذا لعن المصورون، وأخبر النبي أن من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ بها الروح، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو لعن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المصور، وأمر علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. فإزالة الصور هذه واجب. وحديث القرام، حديث القرام يدل على تحريم عموم الصور، لأن أناسا ممن لبس عليهم يقولون هذه الصورة لن تكون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم. ثم بعدها أيضا القرام، يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في شأن القرام أبى أن يدخل حجرة عائشة حتى يزال القرام، وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور. فالقرام يا إخوان ليس بمجسم مثل الأصنام، مثل الأصنام. وهكذا أيضا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخل الكعبة فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل يقتسمان الأذلان أو يستقسمان بالأذلان، فماذا؟ فدعا بخرفة ومسحها، دليل على أنها ليست بمجسمة. فالأصل في الصور أنها محرمة، كما قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، قال إن الجمهور على عموم تحريم صور ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أم شمسية، وقال وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة. وهكذا أيضا قال هذا الشوكاني نقله عن النووي في نيل الأوبار وأضره، والحمد لله.